استمرارية جميلة وانطلاقات رائعة على أرضية ميداني دستور. تتواصل الأشواط، الشوط السادس تعلن فيه الانطلاق عن الجعدان الفطامين 1500 متر. في هذا الاندفاع، في هذا التحدي، نسير مع المراكز الأولى وشاهين عبد العزيز بن جراح بن سالم الكتبي يتقدم، ولكن ينخطف هذا رقم 11 الباز سيف بن مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري يتقدم بأداء جميل ومنطلق رائع. هناك ياتينا شاهين سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفر المنصوري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع سعيد بن خليفة بن رشيد كذلك يقدم هذه السلالات، وشاهين مظفر بن محمد بن العضيلي. هذه الأسماء، هذه الانطلاقات التي حضرت، التي انطلقت بناموس هذا الشهر. يا سلام يا سلام، أروح مع المركز الأول، أعود مع المقدمة. الباز 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 وسلالة الباز العريقة والمعروفة في هذا الانطلاق. سيف بن مفتاح بن علي بن عبيد الخاطر يقدم نوعيات ما شاء الله. شاهين مظفر بن محمد بن العضيلي العامري مع هذا الانطلاق، ومياس عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي ياتي من الجانب الآخر، من الجانب الآخر. هذه الأثارة، هذه الانطلاقة، هذا التقدم في هذا الانطلاق. سباق الحلفة في هذه الانطلاقة، تنافس وأداء جميل وبحثا عن هذا الجيل وهذا الاندفاع في موسم الصيف بالذات. في هذه الانطلاقة نسير مع المركز الأول، سيف بن مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري قدم النقطة الثالثة تقريبا في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق. مظفر بن محمد بن العضيلي في المركز الثاني، مياس في المركز الثالث، عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي. هكذا كانت النتيجة. دقيقتين و17 ثانية توقيت هذا الشوط. تهانينا للجميع.